الوغ ديجا يفو سافوغ كو الاب حتى هو من الاول ديال الحمل حتى هو كيكون عنده بزاف ديال التساؤلات، كيكون كيسول راسو بزاف ديال لي كيسيون، واش انا غادي نقد بهذا لو بيبي، واش انا غادي نكون اب مزيان، واش انا غادي نعرف نربيه، فين هي بلاصتي انا بالضبط في هاد العلاقه اللي كاينه ما بين الام والبيبي ديالها. دونك حتى الاب راه تيكونوا بزاف د الحاجات كيطراو في الداخل ديالو اللي حنا ما كنعرفوش ليهم، حيت كتكون لاطونسيون كامله على الام وهي حامله وهي وهي الله يكون في الام كتسحن هي هادي. دونك كتكون لاطونسيون بزاف على الام، والاب بحال اللي كيبقى بهذوك التساؤلات ديالو وما كنهضروش عليهم بزاف. حتى الاب كيكون بزاف ديال التغيرات كيطراو في النفسيه ديالو، في الجسد ديالو بارفوا اوسي. دونك حنايا شنو كنديروا هي كان اترافير السوشيال ميديا انكور كنحسوا الامهات بالدور ولا باهميه الدور اللي كيلعبوا الاب في الفتره ديال الحمل والفتره ديال الولاده. دونك كنعلموا الامهات مثلا كنعطيهم دي زاستوس ولا دي تكنيك ديال كيفاش كيقدروا يدخلوا الاب في دي زاكتيفيتي ديال الحمل، كيفاش يقدر الاب يهضر مع البيبي ديالو الوجود ديالو قبل الولاده اكزاكتومون. وكذلك ديما فاش كيبغيو الامهات يتقيدوا مثلا في الحصص ديال تحضير الولاده ولا حصص ديال تحضير الرضاعه ولا شي ولا حصص اخرين، كنقولوا لهم حاولوا تجيو مع الزوج ديالكم. فهو كيلعب دور مهم جدا جدا. كنقول لهم لا بريزونس دو فوتغ ماري اي تري تري ريكوماندي، ما نقولش لهم اوبليغاتوار، كنقول لهم تري تري ريكوماندي. والحمد لله الحمد لله اليوم الاغلبيه ديال الاباء كيجيو الحصص، وفاش كيجيو الحصه الاولى فتا هما كنخليهم يحسوا براسهم مزيان. كنقولوا لهم راه ما تقدروش تصوروا الاهميه ديال الدور اللي نتوما كتلعبوه، ما تقدروش تصوروا كيفاش التجربه ديال الام غادي تكون مختلفه الا كنتو نتوما فيها.